هي على كل حال الدولة عرضت علينا سلاح الأول، ولكن هنايا كنا خايفين من هاد الناس، ولكن اليوم حان الوقت كي ولاو الأولاد راح نمنا، وثانيا راه رجعونا أولادنا وراح لنا رزقنا، ما بقى لنا والو. هذا الشعب الجزائري الدولة نهار الأول عرضت عليهم السلاح. فرضت عليهم لا هذا بس